أيضا راح نتكلم في هذا الدرس عن الأشياء المهمة التي يجب تجنبها بعد الولادة الطفل. من الأفضل عدم تكحيل عين الطفل، لأن الكحل ملوث بالرصاص، وسجلت حالات قليلة من التسمم بالرصاص عند الأطفال بعد تكحيل العيون لفترات طويلة، لأن هذه جزيئيات الرصاص تدخل في العين وتدخل في بعض الشرايين أو الأوردة التي موجودة في العين أو الأوعية الدموية الموجودة في العين، مما تدخل في الدم، مما تسبب تسمم في الدم. وكما نعلم أن مادة الرصاص هي أشد المواد سمية في العالم، أيضا ننصح عادة لف الطفل بلفافة مريحة جدا للطفل، وتجنب اللفافات الغير مريحة للطفل، والأفضل إلباس الطفل ملابس مريحة بحيث يحرك أطرافه الأربعة بحرية تامة. ولو أن بعض الأطفال قد يعني يرتاحون عند لفهم، خاصة مما يعني في أطفال يخدشون أنفسهم بالأظافر بسبب حركات الأيدي، أيضا هنا من الضروري تجنب هذه الجروح البسيطة من الأظافر بلف الأطفال جيدا، وعدم القسوة في رص يعني الملابس على جسد الطفل، لأن الأنسجة الجسمية تحتاج إلى أن تتنفس وتكون يعني في فراغ هوائي يتم يعني التبريد على الجسم قليلا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله يعني نشوفكم في درس قادم.